أنا بمدح اللي مخاف من الموت لما جاء سيدنا محمد اللي مخاف اللي مخاف من الموت لما جاء في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن يا عيني جاء وخبط على الباب أم رد قال النبي قومي يا فاطمة قومي يا فاطمة شوفي مين اللي خبط على الباب فتحت فاطمة وقفلت في وشه سال الباب قالت له يابا يا محمد في واحد خبط على الباب أول ما شفته يابا القوسي مني انحلق والعظم مني امتلى والشعر الأسود شاف قال لها افتحي له يا فاطمة ده مفارق الأحباب دخل وقال السلام علي لا انديل في البيت ولاي أم رد قال النبي وعليكم السلام يا كاس على أمتي دايم يا هل ترى انت كيلي قال كيلي سال أنا زرت مين قبلك يا محمد عشان أجيلك سال ده أنا جاي قابض ولا بيديش من قلت لي يخرج رح أخرج ولا أجيش آمنا بتوضى وصلى ركعتي لله وقام تاني مرجعنا للعزيز مولاي سبحانك 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 يا علام الغيوب يا من بذكرك تطمئن القلوب سبحانك أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت سبحان سبحانك.